برحب بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده ووقت جديد من برنامج عبر الكتاب برحب بمداخلاتكم برحب باسئلتكم النهارده حول دراستنا وحول موضوعنا النهارده أه بشجعكم للتواصل معنا من خلال التليفون اللي هيظهر قدامكم على الشاشه برحب بيك ايضا دكتور اشرف عزمي برحب بيك يا اخ بيتر وبرحب كمان بكل الاخوه المشاهدين لبرنامج عبر الكتاب في كل بلادنا العربيه وفي كل مكان في العالم امين أه بذكر حضراتكم إن إحنا ما زلنا بندرس وبنسترسل دراستنا مع الدكتور أشرف في سفر الخروج وقفنا عند شريعة موسى والنهاردة بنكمل بس هنكمل حول موضوع آخر شيق جدا أدعوك أن تهتم وأن تركز معنا في هذا الوقت حول سؤال مهم ممكن ما تكونش سمعت قبل كده عنه لكن هو يهمك وأكيد هيفرق معاك للمعرفة عن كلمة الله أكتر وأن تثبت أكتر في كلمة الله وتميز بينها وبين كل ما هو دخيل عليها. السؤال الكبير النهارده بتاعنا اللي هندور حلقتنا حوله هو هل شريعه موسى او الشريعه الموسويه آه ماخوذه من شريعه حمورابي؟ هنشوف مع بعض آه عبر الحلقه كل الاجوبه وكل التفاصيل آه اللي حوالين هذا السؤال الكبير. تفضل اسالك السؤال ده مهم جدا لانه يمكن ما تسالش مثلا من عدد كبير من المشاهدين لكن دايما النقاد الكتاب المقدس واللي مش بيؤمنوا بالوحي وعصمه الكتاب بيقول لنا انه موسى اخذ من شريعه حمورابي معظم الوصايا بتاعت موسى ماخوذه من شريعه حمورابي فهي ليست إعلان من الله لموسى أعطاء الله لموسى على قد ما هو موسى كان شاطر شوية وذكي عارف القوانين اللي حواليه فقدر أنه ياخد منها ويعمل الشريعة المساوية وهو ده بيعتبر يعني طعن إلى حد ما في الوحي وفي عصمة الكتاب المقدس عشان كده الموضوع ده بيعتبر إجاب يعني نجاوب عليه وإحنا ماشيين في السكة مهم <applause> يعني فهل شريعة موسى فعلا مأخوذة من شريعة حمورابي؟ قبل ما نتكلم على على شريعة موسى خلينا أقول فكرة عامة عن حمورابي طبعا الإخوة اللي من بلاد العراق وبلاد الرافدين يعرفوا كويس قوي حمورابي وعرفوا شريعة حمورابي فأنا حطيت بس بعض الصور لي زي هي زي مسلة مسلة طولها حوالي 8 أدم وفوق محطوط صورة حمورابي والإله وتحت مكتوب كل الشرائع يعني حتى الصورة دي مثلا هنا شايفين الصورة دي هي بس مجرد فوكس تكبير لنص موجود هنا يعني بيكبر عشان يقدر ايه نقول لكم ومكتوبة طبعا بالكتابة المسمارية القديمة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت ايه بقى شريعة حمورابي؟ وموجودة على فكرة في متحف اللوفر بفرنسا. هي مجموعة من القوانين البابلية يبلغ عددها 282 قانون. طبعا البعض بيقول لنا إن هي أقدم شريعة وده ده فكرة خاطئة لأنه ليست شريعة حمورابي هي أقدم شريعة في شرائع أخرى حتى عندنا نصوصها موجودة مثلا في منطقة بابل وبالاخص منطقة اور اللي خرج منها ابراهيم في شريعة بتسمى اور نومو اور نومو وده الملك بتاع مدينة اور سنة بترجع إلى سنة 2100 قبل الميلاد فيها بعض القوانين والتشريعات لكن هناك ايضا شرائع اخرى اقدم من ديا لكن دي اكبر اكبر خلينا اقول لي اكبر نص موجود لشريعه متكامله من الناحيه الجنائيه ومن الناحيه المدنيه ايضا فهي مجموعه من القوانين البابليه بيبلغ عددها 282 قانون سجلها حمورابي الملك السادس من ملوك بابل الاسره الاولى لملوك بابل كان فيها 11 ملك نمره ستة هو حمورابي واللي ملك ما بين الفتره 1792 الى 1750 يعني ملك حوالي 42 سنه اكتشفت هذه المسله سنه 1901 وهي مسله بشكل اسطواني وطولها حوالي 8 8 اقدام وموجوده في فرنسا في متحف اللوفر يعني اول عندنا مغلوطه م. تاريخيا انا 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 اللي اعرفه لحد دلوقتي هو انه شريعه حمورابي هي اقدم شريعه لا ودي المعلومه الشائعه لكل الناس تعرفها م. لكن هناك في شرائع اخرى دي معلومه جديده في في شرائع اخرى المنطقه اولا لم تكن لم تكن اسره حمورابي هي او الاسره الاولى هي اول حضاره في المنطقه فعندما توجد حضاره يوجد تنظيم يعني مفيش حضاره تقام على العشوائيات بالظبط فلابد بد انه توجد ق... توجد يوجد قانون مم. فالحضارات اللي قبل كده والمدن اللي قبل كده كان فيها قانون ونعرف مم. انه مدينه اور كانت واحده من المدن الكبيره المشهوره يعني زي ما قلنا قبل كده اوقات بنتخيل ان ربنا دعا ابراهيم من ارض وحشه قوي وما فيهاش حضاره الى مثلا ارض كنعان يعني هو العكس طبعا اور كانت مدينه معروفه ومشهوره وليها ايضا شرائعها وفي كمان قبل كده حتى الحضارات الساموريه اللي كانت موجوده في منطقه ما بين النهرين لها ايضا شرائعها وحتى في شرائع اخرى موجوده في المملكه المصريه القديمه وعند الحثيين بتعود تاريخها الى اقدم من, من حمورابي لكن حمورابي اشتهرت لانها نص متكامل م. وبيحتوي في النص ده بتجد 282 شريعه وبيغطي معظم الامور الجنائيه وال... وايضا السيفيك اللي هي المدنيه آه اللي هي المدنيه ف فالشريعه الى حد ما زي ما تقولي قانون متكامل عشان كده اشتهرت قوي وكمان آه لانه حمورابي عايش قبل موسى بحوالي 300 سنه فبدا الكونكشنز هو موسى يبقى خد منين مم. يبقى موسى خد اكيد من شريعه حمورابي طبعا هو اللي واضع القانون ده او الشريعه ده. أه هو, اللي واضع هو اللي واضع القانون ده يعني آه. دي شريعه بشريه دي شريعه بشريه هنتكلم بشرية. عنها بالتفصيل آه بس هقول أقول كمان حاجه لان الله خلق الانسان على صورته حتى عندما اخطا الانسان مازال الانسان يدرك ما هو الخطا وما هو الصح م. يعني حتى في كل الثقافات والحضارات القديمه مش ممكن ابدا تجد ثقافه او حضاره بتقول مبارك القاتل م. مش هتجدها حتى الاشرار م. يعني لو رحت الى أشر المدن والمدن اللي بتعبد أوثان والمدن اللي بتقدم حتى أولادها ذبائح للآلهة مش ممكن ابدا تجد شريعة تقول مبارك القاتل أو مبارك المغتصب او, أو مبارك السارق هتجد دايما الشريعة بتقول انه يعاقب المغتصب ويعاقب السارق ويعاقب الزاني ويعاقب كذا وكذا كذا المجرم آه. فليه لأنه ال 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 الله وضع في الإنسان من البداية البصمه بتاعته فيعني كده الانسان عنده نوع من الادراك لإيه هو الصح وايه هو الغلط والدليل على كده يوسف قبل شرائع خالص بقى وقبل اي مبادئ او قانون يمكن هيقول لك بيفستها. يوسف عشان ربنا اتعامل مع يعقوب وابراهيم فعنده يمكن معرفه يعني الى حد يعني ما يعني لكن حتى حتى قبل كده ما احنا عندنا مثلا يعني ايوب وعندنا اصحاب ايوب وعندنا مم. يعني شرائع اخرى موجودة كانت بتنظم الحياة هدف الشريعة هو تنظيم العلاقات ما بين الإنسان م. لكي ما يكون في مجتمع في سلام وأمان م. فعش كده بتوضع هذه القوانين وعش كده نشوف كمان حمورابي ونشوف الاختلاف الجوهري ما بين حمورابي وما بين شريعة موسى, موسى. آآ آآ اللي أعطاها الله فعندنا شريعة حمورابي في شريعة حمورابي ال ال الحكم بالموت هو الحكم السائد يعني في, في أغلب الحالات يعني لو مسكنا ال 282 وهم موجودين على فكره يعني على صفحات كثيره على الانترنت لو مسكنا الحالات الموجوده مسكنا كل بند من بنود الشريعه هنجد ان الحكم السائد او الدينونه السائده على من يكسر القانون هو الموت كويس آه فمثلا الموت مصير كل من انا خدت بس بعض الاشياء مش كلها اولا شاهد الزور كويس سارق الهياكل لما يروح واحد يسرق حاجه من الهيكل تمثال مثلا من الهيكل وبعدين مشتري المسروقات يعني لو رحت باعت المسروقات دي لواحد يبقى برضه يحكم عليه بال... بال وبائع المسروقات يعني لو واحد اشتراها وهيبيعها كويس آه والخطف ومخبئ العبد الهارب لو في عبد هارب وانا حبيت ان انا انقذه من سيده وخبيته فانا مصيري الموت والسارق ومختصب العذراء والزاني والمعتدي الذي يؤدي الى ويؤدي ضربه للموت يعني لو واحد اعتدى على واحد بالضرب ومات ولو واحد بيبني بيوت وغش والبيت وقع على اهله فمات ابن صاحب البيت مش هو اللي يموت لا يموت ابن الباني ابن الراجل اللي عمل العماره يعني لو لو اتطبق القانون ده في مصر النهارده كل الناس اه كل الناس هتخاف <applause> لانه الراجل اللي بيبني عماره ولو وقعت العماره وموتت ناس اهله هم اللي يموتوا يعني يتخذ اهله ويحكم عليهم بالموت. كمان في شريعه حمورابي بنجد انه اوقات كثيره في قوانين غريبه جدا يعني اوقات بتبقى مضحكه لو انت ما عندكش الادله الكفايه على انك تتهم شخص يعني او تحكم على شخص في شخص مثلا قبضت عليه هو بينفي التهمه وفي نفس الوقت انت ما عندكش الادله ال ال الكافيه ان انت تحكم عليه فالشريعه بتقول ايه؟ الشريعه بتقول انه هذا الشخص يلقي بنفسه في النهر. آه فإذا عاش اذا عاش يبقى بريء، اذا مات غرقان من الميه يبقى متهم. على الاعتقاد بان اله النهر اله آه النهر هناك سوف ينفذ الدينونه على المجرم طبعا القانون ده حلو جدا لاي واحد بيعرف يعوم <applause> يعني اي واحد سبيح كويس اي مجرم هيفكر انه يرتكب جريمه قبل ما يرتكب جريمه يفكر انه زي يعوم لانه لما يترمى في النهر هيطلع الناحيه تانية فبالتالي يقدر يهرب من الـ 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 الجريمه بتاعته قبل ما نكمل ونسترسل م. الموضوع انا شايف في مبادئ ساميه مبادئ كويسه في الشريعه دي، يعني هل ده تتعارض مع لا 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 خلص. يعني يعني ما احنا قلنا, قلنا حاجات شاهد الزور والزاني كل دي ما صح موجوده فعلا في الشريعه الموسويه وهي موجودة, موجوده ليه؟ موجوده من البدايه قبل حتى الشريعه المساوية موجوده من البدايه لانه الانسان عنده الحث الروحي هل الشريعه دي وضعت في ذلك الوقت علشان فراغ الق... في فراغ من القوانين والشرائع اللي يظبط المجتمع مثلا؟ هو 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 طبعا آه من زي ما قلت انه اي مجتمع عشان يقوم ويكون له آه شأن لابد أن يكون في قوانين بتثبطه يعني مم. يعني ما فيش مجتمع بي بيقوم على العشوائيات مم. وعلى الظلم وعلى آه آه غياب القانون مم. يعني انت النهارده حتى الحضاره الغربيه بكل ما فيها من تقدم وثقافه وعلم ومعرفه، شيل القانون يتحول الإنسان إلى وحش أكيد يعني يعني ده طبيعي أكيد فالقانون القانون مش بيغير الإنسان القانون بيحد شر الإنسان امم يعني بيعمل بيوقف الشر لكن مش بيغير الشر كويس يعني ف... فعش كده القوانين دي مهمة جدا والقوانين دي موجودة في كل الثقافات م. وفي اه في كل العصور يعني اه وما يمنعش الجريمة امم القانون ما يمنعش الجريمه، القانون محطوط يعاقب على الجريمه، فمن يفكر في فعل الجريمه يخاف. مم. مم. يعني يعني واحنا حتى في بلادنا الشرقيه خلال يعني الثورات اللي حصلت السنين اللي فاتت، لما وقعت الشرطه ولما غاب القانون، اتحول المجتمع فوضى. الى فوضى فوضى، واصبح كل واحد هو بيحمي نفسه مم. يعني ف مم. فالقوانين دي موجوده وعلى فكره وجود القوانين دي وغيرها حمورابي وغيره دليل على انه الانسان مخلوق من الله يعني مخلوق على صوره الله. الانسان غير الحيوان. وجودها بيعني انه الانسان بيفكر في ما هو الخير وما هو لصالح المجتمع وازاي يعيش بسلام مع م. الاخرين. الموت كمان بإلقاء المجرم في النهر يعني في واحده من الشرائع بتقول إذا أشيع عن امرأة متزوجة أنها على علاقة برجل آخر فعليها أن تلقي بنفسها في النهر من أجل شرف زوجها. ليه؟ لأنها لو عامت يبقى هي بريئة ولو ماتت يبقى هي إيه؟ مذنبة يعني هي تحكم على نفسها قبل آه. ما بالظبط. يعني أنت ما عندكش وش. دليل. لم... لم تمسك في ذات الفعل. م. بس في إشاعة بتقول كذا 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 لمجرد إشاعة يعني. لمجرد إشاعة. م. شريعة حمورابي كمان الحكم بالموت في شريعه حمورابي سهل جدا يعني بسهوله جدا انت ليه غير محتاج لا محتاج شهود شاهدين ولا ثلاثه زي ما بتقول الشريعه المساويه الحكم س... بال... بال... بالموت سريع جدا اما في الشريعه المساويه فالحكم بالموت يعني ليس امرا سهلا يعني في اه في احكام بالموت لكن في نفس الوقت لابد ان يكون في شهود ولابد ان يكون القضيه مستوفيه كل, كل جوانبها م. والجريمه تستحق هذا الـ 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 م. النوع من العقاب وده بنقرا عنه في سفر العدد وفي سفر التثنيه آه كتير جدا م. لما نيجي لشريعه حمورابي كمان شريعه حمورابي فيها اقطاع احكام بقطع اجزاء من الجسم يعني آه آه ودي دي تلاقيها في عمرواب كتير جدا آه مثلا اللسان يتم قطع اللسان اذا انسان آه اساء مثلا عبد اساء بكلمه الى سيده آه مثلا آه 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 في في قوانين محطوطه لحفظ حفظ المجتمع من من الاشاعات وال آه والكلام الغير صحيح فيتم الحكم باللسان ممكن يقطع اللسان العينين ممكن يتشالوا الثديين ممكن يتقطعوا اليدين ممكن يتقطعوا الاسنان تتشال الاذن تتقطع وكمان في حاجه اخرى مش بقول عليها جميله بس يعني اذا اذا كسر انسان عظمه انسان يتم كسر عظمه. يعني لو انا مثلا تسببت في كسر ايد حد يبقى لابد ان تكسر يدي. هذه الأحكام لا نجدها في الشريعة المساوية إلا إذا عن قصد وعمد اعتدى شخص على شخص آخر هنا يكون عين بعين وسن بسن كويس يعني لكنها ليست يعني قطع اليدين وقطع السدين وقطع العينين وإلى آخر الأجزاء دي ليست موجودة في الشريعة المساوية العقاب في شريعة حمورابي قاسي جدا مقارنة بالشريعة المساوية التي تقدم فكره تعويض يعني من هنا مثلا شريعه مساوية بخص من تكوين 21 نجد انه في هناك فكره تعويض يعني بالاخص اذا كان العمل غير عن قصد يعني مش مش عن قصد يعني مثلا لو 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 انا عندي زي ما اقول في في سفر الشريعه لو انا عندي ثور ونطاح بس انا ما اعرفش ان هو بينطح كويس انا اشتريته وما عنديش خبره بالموضوع ده وراح اذى شخص يتم قتل الثور لكنه ويعوض للشخص اللي مات، لكنه لو عرفت إنه هو نطاح بقى وسايبه ونطح حد ومات يبقى انا هنا بحمل الجرم دون. فهناك في فكره في الناموس المساوي مش موجوده في شريعه حمورابي هي فكره التعويض، ممكن انسان يعوض عن الخساره بتاعته بي يعني يعني لو انا سرقت مثلا معزه ارد اربع معيز. كويس يعني ليه؟ لأنه فكرة التعويض لو أنت قطعت إيده لو أنت موتته كويس أنت لم تعطي لهذا الإنسان فرصة لكيما يعيش في مجتمع سوي ولكيما يصحح علاقته مع الله. لكن لما بتقوم بيكون في تعويض إلى حد ما الفكرة وراء التعويض أنه أنت بتعيد العلاقة ما بين كاسر القانون وما بين الإنسان الضحية بتحاول أن العلاقة تكون في سلام. كويس وفي نفس الوقت بتدي فرصه للانسان المخطئ انه يراجع علاقته مع ربنا ويكون في علاقه صحيحه مع الله ده الهدف من طبعا لان الشريعه المساويه شريعه الهيه بالظبط ده الفرق يعني وده اللي هنوضحه لكن قوي الشريعه الحمر... حم... شريعه حمورابي شريعه قاسيه جدا قاسيه غرضها انها تقضي على الانسان تماما و... تقضي على مش أي تصلح نوع من حاله مش تصلح هدفها مش تصلح هدفها البتر او مش هدفها تقاوم ال... الانسان بالظبط لما نيجي بقى جوهر الاختلاف نفسه نيجي بقى الجوهر الاختلاف ما ال... بين ناموس موسى وشريعه حمورابي ناموس موسى نقطه الانطلاق بتاعته نقطه الانطلاق بتاعته هي عباده الرب الواحد يعني لما نيجي نقرا في بدايه ناموس موسى في الشريعه المساويه كويس نقرا ان أنا الله الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا هو ليه بيحط الأشياء دي لأن الأشياء دي مهمة جدا لأن نقطة الانطلاق في الناموس المساوي هو العلاقة مع الله هو العلاقة مع الله عشان كده لما يجي في تسنية أصحاح ستة ما نقرأ في سفر التثنية مش موجودة معي على الشاشة هنا بس هقراها للمشاهدين في سفر التثنية وفي أصحاح ستة وفي عدد عدد خليني أراي عدد أربعة اسمع يا إسرائيل الرب هنا بيكلم بيكلم شعبه بيقول له اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد يعني موسى بيتكلم هنا بيقول الرب إلهنا رب واحد عشان كده تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا اصيغ بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك م. وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم بيتك وعلى أبوابك فهنا النقطة الأساسية أو المنطلق الأساسي في الشريعة المساوية هو علاقة الإنسان بالله إنها الشريعة محطوطة لكي ما يبقى للانسان علاقه صحيحه مع الله يحب الرب الهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته الجانب ده مش موجود ابدا في شريعه شريعه حمورابي عشان كده بقول النقطه الاختلاف الاساسيه والجوهر هو المنطلق انت بتنطلق منين انت بتنطلق علشان انه الانسان يكون في علاقته مع اخوه الانسان علاقه كويسه ولا بتنطلق انه اساسا انه الانسان يقيم علاقه مع الله كويسه وهذه العلاقه الكويسه ينتج عنها علاقه سليمه مع الانسان اخيه الانسان م يعني اذا كانت العلاقه افقيه شريعه حمورابي علاقه افقيه بين الانسان واخوه الانسان علاقه الشريعه المساويه بتبدا بالعلاقه الراسيه اللي بتاثر على الافقيه فبدون العلاقه مع الله لا يوجد مخافة في قلب الإنسان ولا يوجد تقوى ولا يوجد محبة من كل القلب ولا يوجد أنه تقدير لقيمة الإنسان أخوه لأنه اللي بيوجد ده كله هو علاقته مع ربنا يعني نقدر نقول أنه ببساطة أنه الفرق الجوهري ما بين الشريعتين هو أنه شريعة حمرابي اللي أسسها بشر علشان ينظم ما بين البشر والبشر العلاقة لكن الشريعة المساوية إحنا بنتكلم على المؤسس هو الله فانا بلتصق بالله او بت... او لي علاقه بالله فبالتالي انا علاقتي بال دي العلاقه اللي حضرتك بتقول عليها الافقيه بتكون سليمه. سليم مم. المبادئ الاخلاقيه في الناموس المساوي مؤسسه على اي على اي اساس؟ مؤسسه على بر وقداسه الله. مم. كونوا قدسين مم. لاني انا ايه؟ قدوس فبالتالي كل المبادئ الاخلاقيه وكل المعاملات اللي انا بعملها مبدأها ومنطلقها هو لأن الله قدوس وبار فهو يريد من شعبه أن يكون قدوس وبار كويس عشان كده الجزء الثاني لو رحنا ليه ناموس موسى أكبر من كونه مجرد قانون جنائي, جنائي ومدني يعني احنا قلنا شريعة حمورابي هي قانون مدني وقانون جنائي مم. لما, لما ناموس موسى فهي أكبر هي بتحتوي على جنائي وبتحتوي على مدني لكنها بتتحدث عن الخطية ومسؤولية الإنسان تجاه الله يعني ناموس موسى بيتكلم عن الخطية وبيعالج الخطية بيعالج الخطية بيعالج الداء ها وبيمنع الخطية قبل ما تقع م. وبيقوم شر الإنسان اللي جواه يعني من خلال علاقته الصحيحة مع مع الرب آه ناموس موسى مع انه بيتناول جانب قضائي الا انه بيحتوي على قوانين روحيه مرتبطه بقداسه الله. م. انه ناموس موسى مش بس قضائي ومدني لكنه ايضا في ناموس آه شرائع آه آه دينيه ذبائح آه ازاي آه تقترب لله آه آه الاعياد المواسم ناموس موسى بيحتوي على 613 شريعه. يعني يمكن ثلاث اولموست ضعفين او اكثر من ضعف الشريعه الحمرابي ناموس موسى بيتعامل مع سبب الجريمه. وليس فقط نتائجها. سبب الجريمه. سبب الجريمه هو قلب الانسان. وعشان كده جوهر ناموس موسى هو العلاقه الصحيحه مع الله. وده هنشوفه كويس قوي حتى في العهد الجديد. ما هو مش ممكن ابدا تخلق مجتمع يحب البر ان لم تغير من الانسان يعني يعني خليني اخد مقارنه بسيطه آه, آه, ال, ال ال لما اتكلم عن مجتمع مسيح انا مش بتكلم عن المسيحيين بالاسم انا بتكلم عن المسيحيين المختبرين نعمه الله كويس المختبر نعمه الله دايما تجده آه, مختلف في حياته دايما تجده آه, محب رحيم غفور بيصفح عن أخطاء الآخرين دايما بتجده عطاء ودايما دايما نتساءل هو الناس دي فيها إيه يعني إيه سبب إيه سبب الاختلاف في الناس دي يعني أنا ما انساش مرة مثلا عمرو أديب هو لما قال هو المسيحيين دول معمولين من, من يعني إيه الخامة بتاعتهم لانه 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 لقى لأ غفران ولقى محبه ولقى تسامح وانا بتكلم عن المسيح الحقيقي مم. مش المسيح الاسمي اللي بيروح كنيسه لانه في كتير مسيحيين بالاسم لكنهم مم. بعيدين عن الله. بتكلم عن الانسان اللي فعلا ربنا غير قلبه وغير فكره مم. دايما بتجده مختلف عن الاخرين وحتى في غياب القانون تجده مختلف مم. يعني لو لو اتشال القانون مم. تجده هناك قانون اخر بيحكم هذا الانسان يعني يعني داوود وشاول مثلا كان في ايده يقتله، كان في مرة يخلط مع آه. انه عارف ان هو لو سابه هيتقتل. لكن كان عارف دايما انه مع انه ما عندوش عهد جديد، وما عندوش وصية، وما عندوش محبة، وما عندوش محبة العدو، ما وصلش للمستوى اللي احنا بنعيشه، لكن برضه كان عارف انه في آه الله. يعني إذا إذا تمكن إذا تمكن المسيحي، تمكن بمعنى انه وصل للحكم. كويس؟ م. إذا تمكن المسيح من أنه يصل للحكم. ويحكم بلد كويس هتلاقيه بيحترم الغريب وهتلاقيه بيحترم المختلف عنه وهتلاقيه بيعامل المختلفين عنه على اساس مساواه م. هتلاقيه زي زي قوانين البلاد الغربيه اللي اتحطت على اسس مسيحيه م. العكس بقى وده يمكن بيزعل إخوة المسلمين العكس الصحيح اذا تمكن المسلم إذا تمكّن المسلم الصورة الحقيقية اللي بنجدها إذا تمكّن المسلم فعلاً وجدناها الأيام اللي فاتت والسنين اللي فاتت في صور كثيرة مختلفة في حكم طالبان في حكم داعش في الحكم الذي يعني يجعل من المواطن الأصلي يجعله درجة تانية بما إنه مختلف في الدين في الحكم على إنه شخص لا زمي يعني موجود تحت حمايتهم ويدفع لهم الضرايب حتى لو كان هو أهل البلد أو سكان البلد الأساسيين هتجد إذا تمكن هي النقطة دي بقى يعني, يعني لو عايز تشوف جوه قلب الانسان إديله يعني, يعني اديله انه يملك أو يسيطر أو يغنى كويس شوف هيتصرف معاك ازاي يعني فليه ليه الانسان ليه, ليه لانه القلب متغير لانه مشكله الانسان ليست الخارج مشكله الانسان هي القلب عشان كده الرب يسوع قال انه انه كل شجره جيده تصنع ثمرا جيدا وكل شجره رديه تصنع ثمرا رديا فمن فضلة القلب يتكلم الانسان فاللي جوه قلبك ده هو هو اللي بيتحكم فيك من جوه تخرج الافكار الشريره الزنا القتل السرقه الى اخر هذه الامور ليس من يدخل ما يدخل الانسان بل ما يخرج من الانسان هو الذي ينجسه عشان كده الايمان المسيحي في جوهره ايمان يغير القلب يغير القلب ما بيغيرش القوانين اللي يغير القلب لانه اذا تغير القلب هتتغير نظرتك لله وهتتغير نظرتك لاخوك الانسان جميل طب هل شريعه موسى غيرت القلب؟ هل شريعه موسى غيرت الفكر؟ هل شريعة موسى خلت السارق ما يسرقش القاتل ما يقتلش الزاني ما يزنيش ولا ظل الإنسان فطبعاً ظل الإنسان أكيد كما هو الإنسان بكل ما فيه حتى الأنبياء حتى كل اللي جم في العهد القديم كلهم بعد شريعة موسى سقطوا في الخطية طيب إيه الفرق كده ما بينها وما بين كويس طبعا شريعة موسى كشريعة لما أه، نتكلم عنها هي نظمة الحياة الاجتماعيه المدنيه ونظمت ايضا القانون القضائي وسط للناس وفي نفس الوقت نظمت الامور الدينيه الشرائع والنواميس المتعلقه بالعباده القسم التعبدي في لشعب ربنا شريعه موسى كانت بتاكد على حقيقه مهمه جدا وهي انه محبه الله هي منطلق العباده الحقيقيه محبه الله انك تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك ومن كل قدرتك طبعا الناموس المساوي لم يكن عنده الامكانيه لتغيير القلب هو بيجيبك لرب يشعرك باحتياجك لله يشعرك بانك خاطئ محتاج الى نعمه الرب وعشان كده لما نتكلم عن الناموس بقى وعلاقته بالعهد الجديد نعرف ان الناموس كان كان مؤدي بنا يعني كان يقودنا الى الرب يسوع انه ان الانسان يدرك انه مش قادر يعيش بنفس المستوى السامي الاخلاقي اللي الرب حاطه فهو محتاج الى فادي يغيره محتاج الى مخلص يغير قلبه وده اللي اتكلم عنه ايضا حتى الناموس المساوي اتكلم عن عهد جديد وعن علاقه جديده مع الرب هتاتي عندما ياتي يسوع المسيح المسيه المنتظر يعني فايز. قبل قبل الناموس المساوي كان الانسان ما يعرفش الخطيه ما يعرفش ان القتل خطيه ما يعرفش ان الزنا خطيه لا او بمعنى صح ما كانش فيه ما في شريعه قبل ناموس المساوي هنقول كان في كان في يعني مثلا قايين. ال... أنا عايز اقول ان بقت الحيره اكتر بعد الشريعه للانسان اه طبعا بالنسبه بالنسبه للبص أولًا لو اتحط قانون Let's سي مثلًا إحنا عملنا دولة، م. كويس؟ وعندنا مثلًا مليون شخص عايشين جوة المدينة دي، كويس؟ لو أنت سايق عربيتك ومفيش قانون مرور، أنت ما عندكش أي إحساس بالذنب لو أنت كسرت إشارة، م. كويس؟ أو مش مدرك إن أنت لو كسرت إشارة ده جرم، امتى بيبقى جرم؟ لما يبقى في قانون القانون القانون بيظهر اللي في قلبك بالظبط فلما تكسر القانون يبقى انت بتكسره عن عمد وعن سبق الاصرار والترسل م. فبالتالي بتبقى مجرم في حق القانون الناموس المساوي عمل كده الناموس المساوي جاء لكي ما يظهر ضعف الانسان وخطيه الانسان وشره وعجزه. وبالتالي وعجزه وبالتالي يقوده الى يسوع المسيح ده ناموس المساوي. يعني الناموس المساوي لا يخلص انسان، ليه؟ لانه بيقود الناس الى الايمان بيسوع المسيح. ويقودهم اولا لمعرفه حقيقه نفسك. بالظبط. اولا دي انت حقيقة. دي حقيقتك، فانا بتصدم مع حقيقتي الاول، فبحتاج للنعمه. دي دي حقيقة. وبعرف قيمه وقدر النعمه. لذلك الرب جه يكمل وي وي ويعمل أكتر فوكس على الخطيه من كونها آه يعني آه من نظره مش من ذهب آه كده وعشان كده م. العهد الجديد لما نيجي للعهد الجديد م. نجد انه العهد الجديد او آه يسوع المسيح آه النقطه الاساسيه في العهد الجديد هي تغيير القلب بسكن الروح القدس فما كان عاجزا عنه الناموس اصبح ممكن بالنسبه لي انا لانه عندي الروح القدس الذي يستطيع ان يعمل فيا ومن خلالي ان اعيش بهذه الـ 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 بهذا المستوى هل الله يعطي شرائع عاجزه لا مش عاجزه الشريعه في حد ذاتها طاهره ومقدسه كويس لكن لما بتيجي للشريعه تيجي تيجي عند الانسان الانسان هو اللي عاجز هو اللي عاجز لانه ال... قدام هذه الشريعه ما قدرش الانسان انه يطيعها بالكامل مم. ليه لانه الانسان قلبه ما تغيرش قلبه متغيرش، فعش فعشان كده مفيش حد بيتبرر بأعمال الناموس، لأنه مفيش حد بيعمل الناموس. محدش يقدر يعمله، من, من اللي يكسر واحدة من الناموس بيصير مجرما في الكل. ومفيش حد أبدا يقدر يطيع الـ 300 و 613 وصية ويعملهم على أكمل وجه. كويس؟ علشان كده إنه الناموس أظهر عجز الإنسان. أه معنى كلام حضرتك إنه مفيش حد في الوقت ده كله العهد القديم كله آه طبعا عمل الوصايا بالظبط عشان كده كان الخلاص بالايمان وليس بالناموس هل كل الناس دي آه يعني هلكت ولا عشان كده كان الايمان مهم جدا م. في العهد القديم شوف وجود الناموس لم يلغي دور الايمان م. لانه الخلاص في العهد القديم او العهد الجديد هو بالايمان م. مش بالاعمال م. لانه لو قلت انه الانسان ممكن يخلص باعمال الناموس يبقى المسيح مات بلا سبب بتكلم في قبل أنا المسيح. أب... خالص. آه. آه. ما هو قبل المسيح لو انا رسمت خليني مم. اعمل آه... آه... رسمه كده اتمنى مم. انه كمان ال... مثلا المخرج ايه يا... اوكي هجيب دي مثلا آه... شوف آه... لو انا لو انا لو انا في ال... في السلايد ده مم. هنا جيت و عملت خط شايف الخط ده؟ اه ادخنه شويه عشان ايه المشاهدين يبقوا عارفين الخط ده تمام الخط ده بيمثل التاريخ البشري م. التاريخ البشري من اوله الى نهايته كويس ده بدايه التاريخ ده نهايه التاريخ م. في النص هنا في نص التاريخ ده بيقف شامخ صليب المسيح كويس كويس هل الانسان بقى بيخلص بالايمان ولا بيخلص بالاعمال اللي هو اللي عاشوا قبل المسيح ده فتره قبل المسيح دي فتره قبل المسيح مم. اللي عاشوا قبل المسيح نظروا بايمان بايمان الى المخلص وهو حتى بيقدم ذبيحه كان بينظر بايمان ابراهيم يقول عنه الكتاب انه يعني من يعني بنتكلم عن عبرانيين 11 نظروا من بعيد ورأوها ورؤوه. وايه وصدقوها مم. وحيوها وحيوه. ف فبالتالي نظروا الى الى وعد الله انه نسل المراه يسحق راس الحيه نظروا إلى كل ال... وعود الله كل وعود الله م. للمخلص، سواء أدركوا ده بالكامل أو لم يدركوه، بحسب المعرفة اللي كانت عندهم، الإعلان اللي كان موجود. كويس؟ م. عندهم. واضحة الفكرة؟ فهم نظروا لقدام للمستقبل. م. م. احنا بقى اللي جينا هنا بعد الصليب. بعد الصليب. م. احنا برضو بنخلص بإيه؟ ننظر للخلف بإيمان. المسيح اللي جه من 2000 سنه وعلق على الصليب ومات من اجلنا م. كويس فبالتالي الخلاص في كل التاريخ البشري هو بالايمان طيب لانه م. بدون ايمان لا يمكن ارضائه طب هنا كويس. هنا ايه الفرق ما بين وصيه العهد الجديد وشريعه العهد القديم؟ كويس العهد الجديد فيه اكثر من حاجه مختلفه عن العهد القديم م. أول حاجة في العهد القديم لم يكن روح الله يسكن يسكن كان يحل على أنبياء و و وأشخاص لمهام معينة لأوقات معينة كويس لكن روح الله لم يكن يسكن في قلب الإنسان يحل فبالتالي أنا عندي الوصية بس مش قادر يعني يعني عربية بلا بلا ماتور كويس فده ده واحدة فرقة كبير جدا ده في العهد القديم في العهد القديم تمام فالعهد القديم لا يوجد الناموس لكن مع الناموس مع الناموس لا توجد القوه اللي انا لا اقدر اعمل بيها انا عاجز طب روح ايه الفرق برضو ما بين أنا, إنس انا الانسان هو هو انسان العهد القديم هو هو انسان بضعفه بكله الفاصل اللي حضرتك رسمته اللي فصل ما بين العهدين بالصليب <applause> في وصيه في العهد الجديد ده ده اكثر واكثر آه صعوبه في تنفيذها ايه اللي حصل في تكوين الانسان او ايه اللي دخل جديد عليه خلاه يقدر يعيشها بعد ما كان البشريه كلها بتصرخ من عدم تطبيقها التغيير اللي جوه يعني عايزين نفسرها انه انه اتولد من فوق انه تغير قلبه مم. طيب ناخد تليفون آه آه ممكن ولا... ممكن نكمل بس الفكره دي طيب آه. اوكي طيب هنكمل الفكره دي وبعدين ممكن آه. نقطه مهمه شويه آه. فانا عايز بس الفكره دي توصل الفكره دي كده توصل لي، 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 للاخوه المشاهدين انه بعيد عن الايمان مش ممكن انسان يخلص م. مش ممكن انسان يخلص يعني طب يعني خلينا شويه عمليين آه. انا مؤمن صدقني واحد يجي انا مؤمن مش عارف ابطل دي مش عارف اسيب دي مش عارف اتغير في دي وبصلي و... فين المشكله هل مازال الانسان عاجز برضو؟ لا هو هيخلص بالايمان اوكي يعني حته الخلاص هيخلص لكن احنا بنتكلم على هل الانسان ما زال قدام شريعه موسى وقدام وصيه العهد الجديد الانسان عاجز؟ الـ الـ الانسان في المسيح يسوع ليس عاجزا. م. ليه؟ لانه الانسان اعطي قلبا جديدا وده العهد الجديد. يعني لما نرجع الى نبوه العهد الجديد م. في آه سفر ارميه كويس خليني اقرا بعض الاجزاء من سفر ارميه توضح توضح لينا ده العهد الجديد. اي لا ما انا ارميه في العهد القديم آه بس انا بتكلم ارميه اتكلم عن العهد الجديد آه 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 بالنبوه آه فاكر المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن العهد الابراهيمي اتكلمنا آه انه بيشمل البركه والارض وايه و النسل و والنسل فالنسل جه في داوود والارض المناموس المساوي والبركه في العهد الجديد فلما نيجي بقى الأرمية والنبوات عن العهد الجديد فأصحاح واحد 31 يقول ايه في ذلك الزمان يقول رب أكون إلها لكل عشائر إسرائيل وهم يكونون شعبا هكذا قال الرب قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف إسرائيل يبقى فيه هنا عهد جديد وعدد 31 من نفس الـ 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 الأصحاح يقول ايه ها أيام تأتي يقول الرب واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر، يبقى غير العهد المساوي في عهد جديد حين نقضوا عهدي فرفضتهم يا كل رب، بل هذا هو العهد الجديد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل، بعد تلك الايام يا كل رب اجعل شريعتي في دواخلهم م. يبقى مش مكتوب على حجاره هتتناقش فين؟ م. في دواخلهم واكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين أعرفوا الرب لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب لأني أصفى عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم إلى آخر الأشياء الأخرى المذكورة في الأصحاح دون فالعهد الجديد نبوة قالت عن العهد بتاع الرب يسوع م. عهدا جديدا يعني لما الرب يسوع سفك دمه على عود الصليب اصنعوا هذا لذكري لما اسس هذا العهد وهذه الكاس هي العهد الجديد بدمي فالعهد الجديد مصنوع بدم يسوع المسيح في هذا العهد الجديد حاجتين حصلوا تغيير القلب تغيير اللي جوه كويس فليست وليس تغيير اللي جوه تغييره بمعنى انه ايه انا مش هعمل حاجات وحشه تاني لا لكن انا هرفض الوحش مش هحب الوحش يبقى عندي طبيعه ترفض الخطيه هتصارع مع الخطيه لكنها ترفض مع الخطيه لانه القديم هيصارع الجديد وفي نفس الوقت اعطاني الروح القدس مش الشريعه ربنا مكتوبه بس في نواميس بره لا ده ده انا أشخى على قلوبنا الروح القدس بيعمل فينا يبقى الفرق هو الروح القدس بالظبط ما بين انسان العهد القديم الساقط اللي... اللي, اللي هو بي... مؤمن بس ما عندوش اي حل لخلاص نفسه <applause> والحل اللي... اللي عند الانسان الجديد في الروح القدس وسكناه و... وعمل الروح القدس بداخله لتغيير طبيعته الفاسده وطبيعته الساقطه الى طبيعه طبيعه جديده دي حقيقه ده اللي حضرتك عايز تقوله يس اتفق معاك في كده تمام طيب. طيب ناخد التليفون ونكمل اتفضل معانا الاخ ابو مهند اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور اهلا وسهلا. تحيه محبه الدكتور اشرف عزمي وصحبه أه. الكرام. أهلا بيك. اهلا بيك وضيفي اسمح لي بهذه الكلمه تحت الله تحت عنوان الله محبه. معلش ممكن تعيد الجمله ثاني؟ فمن هو الانسان حتى تذكره؟ وابن ادم حتى تعتقده مزمور 8 4. الله الله ليس كالانسان فقدرته فائقه جدا لدرجه انه يستطيع ان يرانا ويعرفنا يهتم بامرنا يفتش علينا ويسد جميع احتياجاتنا. طيب ابو 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 مهند انا بس عشان ايه ما اخرجش بره الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. امم هل حضرتك في موضوع الشريعه الموسويه عندك سؤال او تعليق؟ يعني ايه التعليق بتاع حضرتك على موضوع الحلقه النهارده؟ موضوع الشريعه الموسويه في وصايا الله العشر كلها يعني موجود تحب الرب الهك اكرم اباك وامك لا تقتل لا تزني لا لكن ما في وصية صريحة تقول لا تكذب مع أن الوصية لا تكذب تجمع كل الوصايا العشر هاي طيب حاضر حقيقة. حاضر هنوضح الجزء دون حاضر شكرك كلامنا شكرك. في كلامنا في آه كلامنا هنوضح الجزء ده هل آه في وصية لعدم حاضر هنيجي للجزء دون لما نتكلم عن الوصايا العشر بس ممكن. خليني ايه ممكن. أعود مرة تانية للاختلافات الجوهرية ما بين شريعة موسى وشريعة حمورابي طيب طيب قبل ما طيب نروح انا اسف ناخذ مكالمه كمان مين؟ معانا الاخ جورج من كندا اهلا بيك اخ جورج تفضل سلام الرب يسوع سلام الرب يسوع اهلا بيك سلام الرب يسوع لك اخي اهلا وأخي فيك اهلا وسهلا انا بس كنت بدي اقول اتذكر نذكر بعضنا مثل ما يقول الرب يسوع لقد زرع الناموس في كل انسان اعتقد الشرائع اذا وجدنا من ايام ابراهيم الى الموسويه التي اتت اعتقد تطورت ربما لم تسجل كما كتب لموسى على الجبل بالشرائع العشر حتى وان كتبت نجد ان المفهوم الانساني قد اخذ الشيء الجزئي لانه رب لما كمل أجا قال من الى امراه و و في يعني بها و... يعني مثل قال لما قال لا تزني كمان القتل قال لما الانسان يقول لانه الاشياء الروحيه كانت بعيده وانما كانت الاشياء الفيزيائيه فقط تحدث بس بالنسبه لشروع شريعه حمورابي وشريعه موسى طبعا الفرق كبير جدا م. طبعا مثل ما قلت تفضلت انه الشريعه ما كان تعطيك الحياه الابديه وانما الايمان شريعه موسى وحتى ولو كانت بحذافيها وأصلًا مطابقه جدا أيوة. لموسى ولكن ليس فيها ايمان وهذا هو الشيء المهم اشكركم شكرا لك شكرا لك اخ جورج شكرا لك طيب آه نكمل الجزء ده لانه مهم قوي احنا ما زلنا في الجوهر الاختلاف الجوهر الاختلاف آه. ان موسى المساوي بيرفع من قيمه الانسان مم. وعشان كده بنجده اكثر رحمه من شريعه حمورابي حمورابي ذبح يقطع ايده ويقطع رجله يعني انما الشريعه الموسوية فيها نوع من الرحمه ليه لأن ربنا مش هدفه انه يقضي على الانسان يعني لا يسر الله بموت الشرير بل بان يعود وايه ويرحم ف... ف... فبالتالي بنجد المقارنه دي لو حطيناها كبيره جدا بين الاثنين ناموس موسى يهتم بالعلاقه وده قلنا بالعلاقه مع الله م. وهي الاساس والمنطلق الصحيح لعلاقه صحيحه مع الانسان م. بينما شريعه حمورابي كل منظورها هو منظور الناس بس م. زي ما قلت قبل كده انها علاقه افقيه, أفقية. 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 وليست راسيه افقيه م. كويس الحاجه الاخيره نقدر نقول الاله شامش اللي هو اله حمورابي يقول كده حمورابي انه اعطاه هذه الشريعه حتى يعيش البشر معا في سلام يبقى مم. الغرض منها هو الانسان. سوري خليني ارجع تاني. مم. الغرض منها هو الانسان، يعيش البشر معا في سلام. بينما العهد القديم يؤكد على ان الله اعطى الشريعه كويس؟ المساويه حتى يكون للانسان علاقه صحيحه مع الله ومنها يستطيع ان يكون له علاقه صحيحه مم. مع الاخرين. يبقى ده وده ده جوهر الاختلاف مم. انه انه الله رأى، شوف يعني راس المعرفه م. مخافه الله فالمنطلق بتاع شريعه موسى هو مخافه الله مش كده الرب مرات ومرات يقول لهم انه هذا ما يطلبه منك الرب انك تتقيه تخافه يعني يعني انك تحبه وعشان كده كانت ايضا اللي ال 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 بيسموها ذا جريت شماع اسمع يا اسرائيل اللي كل اليهود لحد النهارده تلاقيه معلقها وكاتبها وحاططها اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك وعلى فكره دي اكدها الرب يسوع انه في الوصيه الاولى في الوصيه الاولى العظمى والثانيه مثلها ما هي اعظم وصيه؟ هي اعظم وصيه في العهد القديم ما هي الوصيه الاولى والعظمى؟ الرب يسوع لما سئل هذا السؤال شوف في لوقا 22 في لوقا 22 اما الفريسيون فلما سمعوا عدد 34 انه ابكم الصدوق اجتمعوا معا وسالوه واحد وساله واحد منهم وهو ناموس ليجربك لي يا معلم اي وصيه هي العظمى في الناموس اي وصيه انت عندك عشر وصيه في الناموس اي هذه الوصايا هي العظمى فقال له يسوع: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصيه الاولى والعظمة والثانيه مثلها. تحب قريبك كنفسك بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء، يعني جوهر رساله الناموس والانبياء هو الانسان يحب الله ويحب اخيه. شريعه حمورابي هو الانسان يخاف يعتدي على اشياء اخي لكنه مم. لا يحب اخي ولا مم. يحب الله مش وده مطالب بيها مش مطالب بيه عشان كدة لو جينا للوصايا العشر اللي هنتكلم عنها بقى مم. شوية في الاخر عشر دقايق دول الوصايا العشر بنجد هذه الوصايا انا حبيت احطهم كلهم هنا موجودين معانا علشان ايه من سفر الخروج واصحاح اصحاح لا يكن لك آلهة اخرى امامي ده اول وصية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ممن في السماء من فوق لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا اذكر يوم السبت لتقدسه اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك شهادة زور لا تشتهي كويس هذه الوصايا العشر دي بتلخص لينا تلخص لينا الوصية الأولى والعظمى والثانية التي هي مثلها م. يعني يعني هنشوفها ازاي لو حبينا نشوف الجدول ده الجدول ده مهم جدا م. في الوصايا العشر مقسومه الى قسمين اساسيين في وصايا متعلقه بالله تحب الرب الهك ده الجوهر اي وصايا هي الوصيه العظمى انك تحب الرب اله طب ازاي احب الرب اله وما هي مظاهر محبتي للرب اله ياتي الاربع وصايا الاولانيين لا يكن لك الهه اخرى امامي ما هو يعني يعني ازاي هتحب الرب وتعبد حد معاه كويس مش هينفع اللي بيحب الرب يعبد الرب وحده م. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي حاجة تانية لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ممن في السماء من فوق أنا مليش شبه ولا مليش مثيل ولا يمكن أبدا للأشياء المخلوقة سواء اللي في السماء النجوم والشمس والقمر أو في البحر الأسماك أو في الأرض من وحوش وحيوانات وتيوس وعجول اللي كانت الأمم بتصنع منها تماثيل آلهة لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما ممن في السماء من فوق طب الحاجة الثالثة قدس اسم الرب لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا اعرف إنه إله قدوس لا تكذب باسمه ولا تحلب باسمه ولا تكرر اسمه باطلا. طب والحاجه الرابعه؟ اذكر يوم السبت ايه؟ لتقدسه. لتقدسه. دول دول الاربع وصايا الاساسيين المتعلقين انك تحب الرب الهك في الوصايا العشر. طب ايه هي بقى الوصيه الثانيه اللي هي مثلها؟ اللي فيها تحب قريبك مثل نفسك. اللي هي الوصيه الثانيه اللي بتلخص ايضا الناموس. يعني هو. الاربع وصايا اللي حضرتك ذكرتهم دول يخصوا محبتنا للرب بالظبط السته الوصايا الباقيين دول ما بيننا وما بين البشر ولو دول غلط دول غلط مم. مش هيعرف مش لو دول أزل. مش موجودين دول مش موجودين مهما يعني دول كين. نتيجه لدول بالظبط يعني من لا يحترم الله مش ممكن ابدا هيحترم ابوه وامه ولو جينا في ضوء العهد الجديد لو انا مش بحب الله مش هعرف احب عدوي اللي بيسيء ليا وبيضطهدني وبيطردني وبيولع في كنايسي مش كده برضه؟ دي حقيقة ومش هقدر ادعوه للحب الحب لان انا لا احمل في قلبي الا البغضه ليه وعشان كده حتى هنا يا بيتر مثلا لا يكن لك الهه اخرى امامي امم آه يعني ال ال آه عن, عن عدم معرفه بحقيقة الإيمان المسيحي يتهم المسيحيين بأنهم يعبدون ثلاث أله مع أن اللي بيقرأ العهد القديم ويقرأ العهد الجديد يكتشف أنه دي مش حقيقة نحن لا نعبد ثلاث آلهة الرب إلهنا رب واحد م. رب واحد هي الفرق بيني وبين المسلم في فهم لله هو انه الهي مختلف عن الهه. م. الله عنده غير الله عندي. الله عندي عنده ذات عنده كلمه عنده روح. م. كويس؟ الله له ثلاث تعيينات في الـ في الـ في, في, في الكتاب المقدس، اما الاله البسيط اللي هو بالبساطه دي مش موجوده عندنا الواحد واحد يعني هو عنده ذات وعنده كلمه وعنده روح. عشان كده نيجي للنص للنص دور اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك وطبعا هنا تحقيق الوعد دون بمعنى ايه؟ البعض بيخ... اكرم اباك وامك عشان تعيش كتير ممكن يعني ده, ده بس ده مش اللي بيقوله اول حاجه النص النص بيقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك يعني ايه؟ يعني لكي لا تاتي دينونه الله عليك وانت في الارض فيرسل اعداء يطردوك من الارض اللي انت عايش فيها <ممم> زي ما حصل مع في بابل واشور وغيره انه لما الشعب بيخطئ ويزني ويعبد الاوثان ويظلم الله بيبعت امه تعاقبه تدينه ويشوف روح السبي عشان كده اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تشهد على قريبك شهاده زور على فكره دي كمان كذب لانه دي كذب شهاده الزور دي كذب يعني ذكر يعني يوم... الكذب اه يعني م. يعني آه... ال... و... ولا تشتهي لا تشتهي دي فهذه الوصايا مهمه جدا ليه م. لانها بتقول لي انه العهد القديم آه والعهد الجديد في امور اتكررت مهمه جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد أذكر حاجتين اخد دقيقه واديك دقيقه تخلص طيب. آه الجزء الاولاني تحب الرب الهك ذكر في العهد القديم كويس وتحب قريبك مثل نفس ذكر في العهد القديم وذكر ايضا في العهد الجديد على لسان الرب يسوع المسيح له كل المجد انه الوصيه الاولى والعظمى هي ان تحب الرب الهك والوصيه الثانيه مثلها والثانيه مثلها ان تحب قريبك مثل نفسك ذكر في العهد القديم كونوا قديسين لاني انا ايه قدوس ذكر في العهد الجديد كونوا قديسين في, في كل سيره انا بشكرك دكتور اشرف واخيرا حابب يعني اقول لكل مستمع النهارده تابعنا لو انا مش بحمل في قلبي حسب تقسيمه الوصايا العشر اولا محبه الله مش هعرف اقدم غير محبه الله ولو انا بحمل في قلبي بغضه وكراهيه مش هعرف انفذ محبه القريب مش العدو مش هفشل في اقرب الاقربين ليا اني احبه فكم وكم العدو اللي بيأذيني هقدم له اكيد بالفعل بال... زي ما بيقدم لي هقدم له عداوه بعداوه نهاية في نهايه الوقت بشكرك دكتور اشرف بشكركم كل متابعينا متابعين برنامج عبر الكتاب رب معكم ونلتقي في حلقه قادمه